Bonjour et bienvenue. Dans cet exercice, on va traiter les quantificateurs. On va essayer de s'entraîner comment passer d'un texte au quantificateur. Donc, soit i un intervalle et f une fonction de i vers r, continue bien sûr, exprimer à l'aide des quantificateurs les assertions suivantes. Premièrement, f constante, f n'est pas constante, f s'annule et f est périodique. إذن بداية هنا الهدف من هذا التمرين هو أننا ندربو على أننا نحولو واحد الجملة رياضية نعبر عليها بطريقة استعمال المكممات سواء الكونتيفيكاتور universel ولا الكونتيفيكاتور existentiel. أول حاجة f constant. لاحظوا معايا أنا درت واحد التمثيل بياني ديال دالة ثابتة فونكسيون كونستانت سي اون فونكسيون سا ريبريزونطاسيون غرافيك التمثيل العلمي بياني عبارة عن مستقيم اون دروات اوريزونتال اون دروات horizontale. Il va passer par un point, par exemple. Elle va passer par un point, un cadran semi ou maintenant M. D'accord? Le point A, l'ordonnée de M. Ou l'abscisse de 0. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit? F constante, qu'est-ce que vous avez dit? F constante, c'est que nous avons dit, par exemple, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, l'image de l'itnan. دونك اف دو 2 غنلقاها شحال غنلقاها هي ام. الا خدينا مثلا ليماج دو 0 اف دو 0 غنلقاها حتى هي ام. الا خدينا ليماج دو موان 1 حتى هي ام. يعني بمعنى اخر خدينا ليماج ديال اي عدد كنلقاو هو ام. كيف ما كان هذا العدد هذا دائما الصوره هي ام. يعني ان اف دو اكس اللي اعتبرنا العدد مجهول كتساوي ام. واخا قلنا كيف ما كان اكس كيف ما كان اكس كيلكو سوا لا فالور دو اكس كنعبر عليها في الرياضيات بلو كونتيفيكاتور اكس يونيفرسال. دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار اف دو اكس ايغال كوا ايغال ام. مي حنا خصنا نعرفو هاد ام هذا اكس دابا تكلمنا عليه بالكونتيفيكاتور يونيفرسال ام. واش كيف ما كان ام نو يسوفي باش نلقى واحد ام باش تكون هاد لا فونكسيون كونستانت. اذا يوجد على الاقل يوجد على الاقل ام. دونك يوجد على الاقل ام ان ريال. اذا يوجد على الاقل ان ريال كيفما كان اكس من ار اف دو اكس ايغال ام. هذا هو ما يكافي ان اف كونستانت اف اون فونكسيون كونستانت. اذا هذا هو معناها بالنسبه للسؤال رقم واحد. سؤال رقم جوج ندوزو دابا ل اف ني با كونستانت. الوغ بور نيي هاد هاد لا ليكسبرسيون باش نعطيو النفي ديال هاد التعبير حيت اف كونستانت العكس ديالها ني با كونستانت. اذا غنجيو غنديرو كيلكو سوا دونك العكس ديال يوجد هي مهما يكون. اذا كيلكو سوا ام كيلكو سوا ام غيال. إذن on a nié le premier quantificateur. Deuxième quantificateur, quel que soit, il existe au moins un réel tel que f de x différent de m. إذن هذا معناه يخالف. يمكننا نعبر على فونكسيون n'est pas constante بطريقة تالية. Ou bien, نقدر نقول بأنه يوجد واحد جوج ديال لي ريال يوجد جوج أعداد حقيقية بحيث f دو x ديفيرون دو f دو y. كيف ما تلاحظوا الشكل أمامنا ديال فونكسيون كي ني با كونستانت. يعني كيف ما كان m كنلقاو x بحيث f دو x يخالف m. إذن هنا يوجد x إغراغ ينتمي إلى إر كاري بحيث إف دو إكس يخالف إف دو إنغراغ. لاحظوا معايا مثلا خلينا هنا هاد جوج أعداد يكفي أن نلقاو جوج يكفي هذا إكس وهذا إغراغ. لاحظوا إف دو إكس جات هنا هادي إف دو إكس. إف دو إغراغ هي اللي عطاتنا إم. إذا إف دو إكس
مصطلح تخالف ان، يعني تخالف اف دو اي. يكفي القاو جوج ديال الاعداد اللي اكزيست او موان، بحال هنا وهنا راه واخا هنا ثابته، اللي كونستانت هنا وكونستانت هنا، ولكن في هذه المنطقه هذه ني با كونستانت. نشوفوا دابا السؤال 3. اف سانول، اف سانول معنى ان الداله تتنعدم. اف سانول دونك لا فونكسيون بوت اتر ايغال ا زيرو. اف سانول يعني انها كتساوي صفر، كتساوي صفر ماشي ديما. اذا ملي كنقولوا كتساوي صفر، دونك اف دو اكس ايغال ا زيرو، معنى انه سي اف او لا، هذا كيعني ان السي اف كوبلاكس دي زابسيس. واش هادشي صحيح؟ نعم، الكوبلاكس دي زابسيس اون دو بوين، برومي بوين دوزيام بوين. واش كاع لي بوين كيساوي صفر؟ لا، غير في دو بوين. اذا بمعنى اخر انه فقط كيتوجد واحد الفالور، واحد اكس من ار على الاقل، بحيث ان اف دو اكس كيساوي صفر. اذا هذا هو معنى اف سانول، يعني يوجد على الاقل، يوجد على الاقل اكس، بحيث اف دو اكس كتساوي صفر. اما الا قلنا اف نول، حيت كاين فرق ما بين اف سانول و اف نول، اف نول يعني الداله منعدمه، بمعنى هنا غنستعملوا لو كونتيفيكاتور يونيفرسال، غنقولوا كيل كو سوا اكس ابارتيان ار، اف دو اكس ايغال زيرو. ولكن هذا ماشي السؤال ديالنا. نشوفوا دابا اف بيريوديك. في اف بيريوديك هذا مثال ديال الداله اللي هي بيريوديك، داله دوريه. كيف ما تلاحظوا في الداله الدوريه ما كنضطرش اننا نرسموا المنحنى كامل، بل فقط كنرسموا جزء ومن بعد كنديروا ازاحه لذاك الجزء الا اكتشفنا شنو هو الدور ديال هذاك الداله. لاحظوا معايا، هاد الداله كدير واحد السلوك معين، كدير واحد الحركه معينه، ثم تتعاد نفس الحركه. لاحظوا معايا هنا مثلا في هاد لابارتي هذه، فهنا مثلا بدينا من هاد النقطه هذه نعتبروها مثلا اكس، من ابتداء من اكس وحنا غاديين تنوصلوا هنا تنصعدوا تنزلوا، هنا حنا جايين في النزول، يعني هنا بدينا الصعود جينا النزول، ثم غنعاودوا نطلعوا، يعني يتعاود الصعود هنا. اذا هاد الحركه هذه من هنا حتى لهنا، الى عاودنا درنا ازاحه لهذا الشكل، لهذا الشكل هذا في هذا السهم كامل من اكس حتى الاكس، وغنزيدوا عليه واحد العدد غنسميه مثلا تي، هاد المسافه هذه هي المسافه تي، الى درنا لها ازاحه غنلقاوها اكزاكتومون هي هاد لا دوزيام بارتي اللي عندنا، يعني غنلقاوها هي هاد الجزء الاخر هذا اللي غنديرو بالازرق. اذا هاد الداله كتسمى داله دوريه. اذا الى شفنا اكس و اكس بلس تي كيكون عندهم نفس القيمه، يلاحظوا معايا الى درنا اف دو اكس بلس تي تلقاو مثلا في هذا المثال هي صفر، هنا غنلقاوها هي اف دو اكس. مزيان، اذا العلاقه المتساويه دائما محققه. الا خدينا مثلا اكس بريم هنايا، اكس بريم، فالا درنا اكس بريم بلس تي، فين غتولي اكس بريم بلس تي؟ غتولي هنا، هذه هي اكس بريم بلس تي. اذا غيكون عندنا نفس لا فالور، ملي غنجيو نديرو لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني غنلقاو نفس لا فالور. اذا اكيد انه يوجد على الاقل واحد العنصر تي خصنا نلقاوه، وهاد تي هو الدور، ماشي كيف ما كان، ماشي كيف ما كان اي عدد اختاريناه، لا كاين غير واحد القيمه معينه مضبوطه كيف ما كان اكس. راه اف دو اكس بلس تي كتساوي اف دو اكس. دونك هذه هي ليكسبرسيون بلي كونتيفيكاتور ديال فونكسيون بيريوديك. نتمنى يكون الفيديو واضح، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر اعجاب ان اعجبكم المحتوى طبعا.